واضح انه شهيه نتنياهو للكلام يعني اتفتحت، ودلوقتي طالع يقول انه مصر لم تنجح في منع تهريب الاسلحه الى قطاع غزه عبر محور فلادلفيا. هو قاعد بيبرر ما يقوم به، وقال انه المسلحين بيتسللون من غزه الى سيناء ثم ينتقلون الى اليمن وايران ومناطق اخرى. الراجل بيخرف. لن نترك محور فلادلفيا حتى في فتره ال 42 يوم المتضمنه في مقترح صفقه التبادل. يعني مش عارفة، بدون تعليق.